طيب انا ساره من حضرتك، هنتكلم دلوقتي عن المصالحه والوساطه في الدعاوى التجاريه كشرط من شروط قبول الدعوه التجاريه. بصوا يا جماعه، اي دعوه في الدنيا عشان تبقى مقبوله لابد من توافق، شكلا توافر شروط شكليه، الصفه والمصلحه مثلا، يعني يكون لك مركز قانوني في الدعوه، يكون لك مصلحه في الدعوه، ان الدعوه دي هتجلب عليك نفع او تدفع عنك ضرر. قد يقوم المشرع او المنظم باستحداث بعض الشروط لقبول هذه الدعوه. النظام الجديد ده عمل بعض الشروط دي، منها مثلا تكليف الوفاء، ده لسه هنتكلم عنه بعدين، لكن في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان جت الماده 8 قالت لك ايه؟ تحدد اللائحه الاتي، يعني اللائحه اللي هتطلع على النظام، اللائحه التنفيذيه اللي هتطلع على النظام دوت. اجراءات المصالحه والوساطه بما في ذلك الدعاوى التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحه والوساطه على الا تزيد مده تلك الاجراءات على 30 يوما من تاريخ البدء فيها ما لم تتفق الاطراف على مده اطول. معنى كده ان اللائحه التنفيذيه بتاعه النظام ده، بتاعه القانون ده اللي هتطلع، هتيجي تقول لك نوع معين من الدعاوى، وهي دعاوى كذا وكذا وكذا وكذا، لابد ان يسبق رفعها عرضها على مكاتب المصالحه. طب ايه حكايه المصالحه والوساطه دي؟ قبل ما اقول لك ايه موضوع المصالحه والوساطه دي، لازم نعرف ان المصالحه لا تعني الفصل في النزاع، تعني تقريب وجهتي النظر ما بين الطرفين. المصلح ده مش محكم يا جماعه، مش قاضي. المصلح ما بيفصلش في النزاع واحد كسبان واحد خسران، لا، المحكم كده، القاضي كده، القاضي بيحكم، بيفصل في النزاع، بينهي النزاع، بيقول لك انت كسبان وانت خسران. المصلح لا، مش كده. المصلح مش جاي عشان يحكم بينكم، المصلح جاي عشان يقرب وجهتي النظر بين المتخاصمين. انت تتنازل شويه وانت تتنازل شويه، انت تقبل بحاجه وانت تقبل بحاجه والمركب تمشي. تمام؟ ده المصلح. عمله ملهوش الزاميه، مش زي المحاكم والقاضي، المحاكم والقاضي عمله له الزاميه، بيجبر الخصوم على المساله عن طريق الحكم. المصلح لا، ما يقدرش يجبرهم ولا ليه اي سلطه عليهم. يعني ما فيش، ما يقدرش يجبرهم على شيء. هما قوة عمله بتيجي منين؟ بتيجي من محضر الصلح اللي الأطراف بيتفقوا عليه. يبقى هي الحكاية إيه؟ قوته الإلزامية بتيجي من اتفاق الأطراف بناءً على مجهوده اللي هو عمله. طيب بصوا بقى. في صدر قرار رئيس مجلس أو مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء برقم 103 بتاريخ 8/4/1434 بإنشاء مركز اسمه مركز المصالحة. ده تابع لوزاره العدل. يقول لك تنشا مكاتب المصالحه في مقرات المحاكم او كتابات العدل، وتتكون كل مكتب من مصلح او اكثر يختارون من منسوب الوزاره اللي هي وزاره العدل او من موظفي الدوله بعد اخذ موافقات جهه عملهم او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي حددها الوزير بقرار منه. مركز ده، مركز المصالحه ده، انشئ بقرار مجلس الوزراء، بيبقى موجود في بعض المحاكم، وحتى في صدر قرار وزير العدل رقم 7543 بتاريخ 13/7/1441 ينشأ مكتب للمصالحة في المحاكم التجارية المبينة أدناه، المحكمة التجارية بالرياض، المحكمة التجارية بالدمام، المحكمة التجارية بجدة. تمام؟ هو عمل محاكم بقى، عمل مكاتب مصالحة في محاكم تجارية الرياض والدمام وجدة. ليه عمل صدر قرار بمراكز المصالحه دي؟ لان وفقا للقانون المحاكم التجاريه الجديد، في بعض الدعاوى هتبقى غير مقبوله الا ما تعرض على مكاتب المصالحه. يعني قبل ما ترفع الدعوه لازم تروح مكتب المصالحه اللي في المحكمه، اللي هو المحكمه التجاريه. عندك دعوه تجاريه في الرياض او في الدمام او في جده، تيجي ترفعها يقول لك روح مكتب المصالحه، خلص اجراءات المصالحه ويروح المصلح عامل نتيجه عمله دوت وقفل الملف وروح مقدمه للمحكمه، او بيروح رافع، بتروح انت ترفع القضيه وتضم ملف الصالح. قرار وزير العدل 5595 بتاريخ 29/11/1440 قال ايه هي القواعد اللي هيقوم بيها، او القواعد او الاجراءات اللي تقوم بيها مراكز المصالحه دي. يعني مراكز المصالحه ديت او المصلح هيشتغل مع الخصوم، بيحاول ينهي النزاع صلحا. في قواعد، في اجراءات لازم هيمشي بيها. قرار وزير العدل اللي احنا قلناه ده هو اللي بيحدد ايه هي القواعد اللي انت كمصلح لازم تمشي بيها، منها تحديد جلسات، انك انت لازم تسمع
الطرفين تحدد الجلسه في مده ما تزيدش عن 14 يوم من قيد طلب المصالحه، او انك تقدم طلب المصالحه في خلال 14 يوم لازم يكون محدد لك جلسه، مده عدد الجلسات كلها على بعض 3 جلسات ما تزيدش عن 3 جلسات، مده عمليه المصالحه كلها تكون 30 يوم ما تزيدش عن 30 يوم، وما تقدرش تجبر الاطراف على حاجه. بيعملوا محضر صلح، اذا انتهى الموضوع على صلح بيعمل محضر صلح وبيرفعه للجهه اللي هي المحكمه، او اذا اصطلحوا على اجزاء او اجزاء لا بيعمل محضر صلح بالاجزاء اللي تم الاتفاق عليها، اذا لم يتفقوا بيقول انهم لم يتفقوا خلاص وبيتحفظ الموضوع، اذا ما حضرش الخصوم بيحفظ الموضوع ويبقى الصلح كده فشل وتروح للمحكمه على طول. يبقى المقصود بيها انها مساله اجرائيه هتبقى شرط من شروط قبول الدعوه، واذا ما رحتش صلح هيتحجب الدعوه بعدم قبولها لعدم رفعها بالطريقه الذي رسمه القانون. بص بقى الماده 6 بتقول لك اجراءات المصالحه انها ما تزيدش عن 30 يوم طبعا وفقا لقرار وزير العدل، الماده 6 من نظام المحاكم التجاريه اللي احنا بنشرحه، بتتكلم ان اللائحه هتحدد ايه هي الانواع القضايا اللي لازم يحصل فيها مصالحات. هننتظر اللائحه اللي هي بتتكلم في المساله دي، لكن يكمل الماده دي مساله مهمه قوي. الماده 5 دون بتنص على ايه؟ يقول لك دون الاخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي يجوز للمحكمه الاستعانه بالقطاع الخاص في الاتي: واحد، المصالحه والوساطه. يبقى طبقا للماده 5 تقدر المحكمه تستعين بالقطاع الخاص في مسائل المصالحه والوساطه. يعني ايه؟ يعني يقول لك انت مصلح زي المحاكم روح اعمل الاجراء، انت مصلح ينفع المحامي زي ما بقى موثق، المحامي خد رخصه توثيق ينفع المحامي ياخد رخصه انه مصلح، تمام؟ وبالتالي قبل ما تروح ترفع الدعوه تعرض موضوعك على مصلح مرخص، تمام؟ هو هيبقى قطاع خاص بقى، مصلح مرخص ويعمل تقريره بانه فشلت المصالحه او نجحت المصالحه ويعمل محضر الصلح، وتقدر تاخد الكلام ده وتروح ترفع الدعوه ويبقى دعوتك هنا مقبوله. اصبح هنا او انك انت تقدر تروح انك انت تلجا الى مكاتب المصالحه اللي نشأ بقرار وزير العدل. افرض مثلا الجهه او المحافظه اللي احنا فيها ما فيهاش مكتب مصالحه، هنا يقدر يقول لك انك انت تروح قطاع خاص. واضح؟ او حتى ان انتوا تتفقوا على القطاع الخاص وما نروحش لمكاتب المصالحه، دي مساله من المسائل اللي النص اتكلم عن جواز الاستعانه بالقطاع الخاص، هو بالمناسبه اتكلم عن جواز الاستعانه بالقطاع الخاص في المصالحه والوساطه وفي التبليغ والاشعارات، دي موجوده في السعوديه دلوقتي في محاكم فيها ارامكس بدل المحضرين، قيد الدعوه والطلبات وتسليم الاحكام برضه القطاع الخاص ده لما يدخل فيها هتبقى مهمه جدا، اداره قاعات الجلسات. ليه اداره قاعات الجلسات؟ لان ممكن تكون الجلسات بعد كده الكترونيه، فيقول لك شركه قطاع خاص يترخص لها وفقا لقواعد ومعايير معينه هي اللي تدير الجلسه من الناحيه الالكترونيه، مساله جدا ممتازه. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات، اجراءات الاستعانه بالخبره معمول به، الخبره في السعوديه قطاع خاص يعني. توثيق اجراءات الاثبات برضه معمول به، ان في موثق قطاع خاص ان المحامي ياخد رخصه التوثيق وهو اللي يوثق وعنده باسورد ويوزر نيم وحاجات كده. اداره الاقسام المتخصصه في المحكمه يقدروا المحاكم تستعين بالقطاع الخاص في اداره جزء معين مثلا بالارشفه او جزء معين بالمسائل الالكترونيه او مسائل التواصل، دي مساله جديده ومهمه جدا جدا. كده نبقى اتكلمنا في يعني ايه الصلح واجراء الصلح اللي لازم يتخذ قبل رفع الدعوه، وهننتظر اللائحه التنفيذيه اللي هتتكلم في ايه هي الدعاوى التي يشترط اتخاذ اجراء المصالحه قبل رفع الدعوه. شكرا.